السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في تغطيتنا الخاصة لمعرض كتارة الدولي للصيد والصغور، معرض السيل. وصلنا إلى اليوم الأخير من تغطيتنا، والمعرض إن شاء الله فاتح أبوابه إلى الساعة 11 الليل. اللي ما لحق يجي المعرض تراه يمدي يتفضل، بس الأهم أنه يسجل عند البوابة ولا من خلال الموقع الإلكتروني ويسجل بياناته ويستمتع بالأجنحة اللي موجودة في المعرض. طبعاً اليوم بيرافقني في التغطية أخوي فيصل المهندي، وإن شاء الله بيعرفنا أكثر عن الأجنحة وعن المشاركين في معرض كتارة الدولي للصيد والصغور. وفي البداية دعوني أرحب بضيف اللي انضم معاي في الاستوديو، السيد عبد العزيز السيد، مدير معرض سهيل. الله يحييك وهاشم، شرفت ونورت، ونقول احنا الله يعطيكم العافية على كل الجهود اللي تقدمونها. الله يحييك أخوي سعود، وإحنا شاكرين صراحة إن قناة الريان هذه التغطية المستمرة لمدة 5 أيام، وهذا ما هو غريب عليكم صراحة. الله يحييك. طبعا نبي نتكلم بما أنه وصلنا آخر يوم، وهذا المعرض اللي بدأ واستمر في هذه الظروف الاستثنائية في ظل الوباء، حرصتوا أنه يتم هذا المعرض. طبعا لابد أنها تكون الإجراءات الاحترازية موجودة، لابد أنه الكل يلتزم طبعا بالإجراءات بشكل عام وبشكل خاص داخل المعرض، خاصة لبس الكمامات. شلون شفتوا خاصة التفاعل وزيارة زوار المعرض على مدى الـ4 أيام؟ الحمد لله رب العالمين، وهذا فضل من الله. يعني هذا الحرص الشديد من الزائرين، شبابنا القطري اللي استطاع أن فعلا أن يكون في هذه الدرجة من الوعي، وشيء يعني فعلا أثلج صدورنا، وهذا شيء ما هو غريب عليهم. هذا التفاعل وهذا المعرض الجماهيري بهذا الحجم الكبير، وهذه الانسيابية في الدخول وفي الخروج، والحفاظ دائما على المعدل اللي كان موجود، انه يكون فيه تقريبا 1200 شخص في المعرض في اللحظة الواحدة، هذه اعطتنا فعلا دخول كبير جدا. وصل اليوم اعطيك الرقم، اليوم 30,000 زائر. هذا مش رقم بسيط صراحة، انه يكون في معرض في هذه الوضع الاستثنائي اللي هو طبعا كورونا. انا اعتقد ان كل الحاجات هذه خلت فعلا هذا المعرض على هذا المستوى من الوعي، وانا اعتقد الوعي كان مشترك بين العارضين وبين الزائرين وايضا بين المنظمين. والشكر ايضا للهلال الاحمر، الشكر ايضا وزارة الصحة، الشكر لكل من ساهم في انجاح هذه التظاهرة الكبيرة صراحة. أنا لما أتكلم عن معرض، أنا أتكلم عن معرض جماهيري بهذا الحجم. هذا المعرض كان في يوم من الأيام يستقطب أكثر من 120,000 زائر. نعم. هذه النسخة حاولنا قدر الإمكان أن نعطي فرصة لأكبر عدد من الجمهور أن يكون في المعرض. لذلك أنا أشكر هذا الجمهور الكريم والزائرين اللي استطاعوا أن يكون على مستوى الوعي والثقافة، وهذا مو بغريب على هالقطار. أبو هاشم، نبي نتكلم عن الأجنحة اللي موجودة، ممكن أغلب اللي شاركوا في المعرض أو حتى أغلب الأجنحة كانوا ممكن متخوفين في البداية. يعني هذه الثقة، أنا أعتقد أن سهيل أصبح يعني رقم على خريطة المعارض العالمية. لذلك كانت هناك تحديات، كان هناك ظروف صعبة في أن الشركات تقدم على المشاركة في هذا الوضع الاستثنائي، ولكن أنا يعني أعتقد أن وجودهم وصولهم وأيضا يعني من قرب وشافوا هذا التنظيم الجيد اللي كان موجود منذ وصولهم من المطار إلى فنادقهم، ومن ثم إلى المعرض، إلى أرض المعرض. هذه يعني هذا الوضع كان بالنسبة لهم شيء يعني شيء كبير، أن الشباب قادرين يعني قدرة كاملة على تنظيم هذه الفعالية في هذا الظل. أنا أعتقد أن مشاركتهم في حد ذاته هو النجاح. نعم. هو التحدي، هو التفاعل. بعد ما بدأ المعرض وبدينا في اليوم الأول، شافوا الإقبال، شافوا الجمهور، ارتاحوا يعني شافوا التباعد، شافوا
شافوا الناس ملتزمة بالكمامات، أيضا بالتقارب نفسه، أيضا هناك هلال الأحمر أيضا دائما يعني ينبهون الناس إذا كان هناك تقارب، فأصبحوا مرتاحين أكثر أنهم متواجدين في بيئة فعلا تحترم هذا التباعد وتحترم هذا الثقافة. فلذلك أنا أعتقد أن يعني الردود الأفعال اللي كانت من عندهم ممتازة جدا، وأنا في يعني في مرور مستمر عليهم وأسألهم أيضا عن القوة الشرائية، يعني نعم. قوة شرائية كبيرة ما شاء الله، يعني وصلت إلى أن نفاذ كثير من المنتجات اللي جات من برا، وأيضا المنتجات القطرية اللي تطورت وأصبحت أيضا تنافس هذه المنتجات خاصة في يعني في 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 المواد الرحلات والعزب والتخييم وأيضا تجهيز السيارات ولوازم الطير. بما أن إحنا حين يعني مشينا فترة في 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 في, في لوازم الطير، لكن أيضا كانت لأن الجودة كانت موجودة، لأن الحاجات هذه موجودة، أعتقد أن فعلا كانت قوة شرائية ضخمة، والأرقام يعني جاتني بشكل مبدئي، لكن أنا أعتقد أن يعني أرقام كبيرة بتكون، ولذلك هذه أيضا تعطي ثقة للعارض أن يحط معرض السهيل في جدوله السنوي. الله يوفق الجميع. ممكن احنا شفنا التعاون اللي موجود خاصة بين العارضين وبين المنظمين وحتى بين الزوار، هذا التعاون شفناه من أول يوم إلى اليوم اللي هو يومنا الأخير، والكل متفهم والكل ملتزم خاصة بالإجراءات الاحترازية. ممكن احنا بنستمر بإذن الله في حوارنا، ولكن ننتقل معاك ومع المشاهدين إلى أخوي فيصل المهندي من أحد أجنحة معرض سهيل. فيصل تفضل والكلمة عندك. شكرا يا سعود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في اليوم الأخير من تغطيتنا لمعرض الصيد والصقور الذي يتواجد في الحي الثقافي كتارة. اليوم هو آخر يوم لهذا المعرض، وما زلنا في تغطيتنا وفي البحث عن تفاصيل هذا المعرض، وعبر أروقته وأجنحته استضفنا كثير من الأجنحة الجميلة، لكن اليوم أنا واقف عند أحد الشباب اللي ما زال هناك كثير منهم موجود في هذا المعرض ولديهم شغف في حب الصيد والرحلات والصقور، لكن اليوم في جزء من التميز معنا صاحب محل موتر ديزرت السيد عيسى الشيب، وراح نستكشف معه إن شاء الله شنو الأشياء اللي مجهزها لنا والمشاريع اللي مجهزها لنا في هذا المعرض. في البداية نقول لك مساك الله بالخير، حياك الله معنا في قناة الريان. مسيك بالنور، طال عمرك والشرف لنا، وهذه طبعا ثالث مشاركة لنا في المعرض، وما شاء الله تشوف الإقبال في المعرض كل سنة في تزايد، وهذا يشجعنا أن كل سنة ننزل شيء جديد في المعرض، وما شاء الله يعني إحنا عندنا نجهز السيارات للمقناص وللأفرود كسسبنشن كامل من تحت السيارة، ممكن نأخذ فيك جولة وتشوف الجديدنا في المعرض. أكيد. عيسى، أنتم محلكم مختص في تجهيز السيارات للرحلات، لكن أي نوع من الرحلات؟ يعني في الرحلات في وايد، في مقناص، في اللي بيروح مثلا سيرين، في مثلا اللي بيروح رحلة البحر، أي نوع من السيارات تقوم تجهيزها؟ إحنا الله يسلمك عندنا اللي هو ثلاث الفئات، عندك اللي هي الشباب راعي المكشات اللي بيكشت وبيبات، وعندك اللي هو حق المقناص اللي بيطلع يدعي طيورة ولا شيء، وبعدين عندك اللي حق شباب سيلين اللي يبغي ضيافة ويبغي يوصل للعديد وهو مرتاح ومهيئ سيارته بدال ما تعطل عليه معاه في الدرب. يعني في مستلزمات خاصة حق كل سيارة؟ أكيد، هو بيكون في ترتيب جاهز يكون حق السسبنشن من تحت، حق الجنبينات، حق المعاونات، أن تكون السيارة مهيئة ومريحة للشخص اللي بينزل فيها أوفرود. قبل ما ناخذ لفة مع سادة مشاهدين ومعاك، ليش دخلت في هذا المجال أو حبيت أنك تشارك في هذا المجال؟ والله هو شغف أول شيء بلشنا فيه، وبعدين صار في نقص مثلا في السوق، ممكن إحنا كنا نروح نجهز برا الدوحة، فحين صار كل شيء موجود، وبالعكس قمنا نشحن لبرا الدوحة، يعني الشباب في الكويت يعني يشوفون ويتمنون أن يكونوا موجودين، خاصة في هالمعرض اللي نزلنا فيه أكثر من شيء جديد، يعني يرسلونا ويكلمونا ونشحن لهم، يعني صرنا فالحمد لله صرنا كهب لأمور تجهيز السيارات في الأوفرود. يعني خلنا نمشي معاك في المحل ونشوف شنو الأشياء اللي قمتم أنتوا بوجودها في المحل. تفضل عندي أساس أن احنا نشوف شنو التجهيز اللي أنتوا قاعدين تسوونه. في البداية هذه مجموعة جنبينات، هذا الجنبيات شنو تخصصها؟ هذه عندنا الله يسلمك جنبينات تكون معونات نركبها للسيارات، عندنا لاند كروزر والنياسي، يعني بشكل عام الياباني والأمريكي، فتعطيه رياف ومرونة أكثر. عندك هنا التصفيحات، هذه اللي هي تصفيحات شركة روسية، هذه يكون فيها الله يسلمك
يعني هذه التصفيحات تجيك تعطيك حماية أكثر للسيارة، تحفظ لك السيارة من تحت. ممكن التصفيحة تركبها على أي موتر؟ نعم، عندنا إياها لأكثر من سيارة، يعني نروح لاند كروزر، النيسان، الجي ام سي، الفورد، يعني تقريبا نغطي معظم السيارات اللي الشباب قاعدين يستعملونها. عندنا هني هذه الجنريترات الكهرب، طبعا عاده الشباب اللي يبي يكشت يبي راحه معاه، يعني يوم يكشت ما يبي ازعاج ما يبي صوت، فهذه جنريترات كهرب تستعملها تشيلها معاك وتكشت فيها وتقعدك يوم كامل وانت مرتاح في الروض، يعني بدون صوت بدون اي ازعاج. يعني كم الكي بي او كم الواط؟ هاي في منها 500 واط وفي منها 1000 واط اللي اكبر منها بعد تكون، فوانت مرتاح يعني تقعد يوم كامل مشغل ليتاتك، مشغل ثلاجتك، مروحتك، وانت مرتاح يعني قاعد تلفزيون مرتاح يوم كامل فيها. ايش قاعد تشوف هني مجموعه من الرنقات، هذه ليش رنقات خاصه تختلف عن العاديه؟ اي نعم الله يسلمك، هذه رنقات مهيئه حق الاوفرود انه يصير التاير ما يفسخ معك لو تنسم، نفس ما تقول تنزل هواك بزود حق الرمله حق ذي، فتساعدك ان التاير يكون سيفتي اكثر، ما يفسخ ويكون هيفي ديوتي وفي نفس الوقت خفيف الوزن. بس هل تركب عليه نوعيه من التواير ولا ممكن تركب عليه تواير البالون؟ نعم تقدر تركب عليه بالون، وعندك الحجريات في اكثر من نوع للتواير تقدر تركب عليه. وانا اتمشى في المحل قبل شوي قاعد اشوف ما شاء الله في سيارات، يعني الله يبارك حق شاريهم، تم بيعها مثل هذا البحوث تم بيعه، شو اللي مميز في هذه السياره؟ والله هو لان الشغل الجديد اللي فيه، يعني هو البحوث دوم معروف عند الشباب انه وعر في السواقه يجيك ريش، فاحنا محولينه كت طيات، هذا كت جاهز يجيك من استراليا مهيئ في هذه الطيات. لحظه شوي خل تعال مصورنا خلينا نشوف هذه الطيات اللي يتكلم عنها عيسى. عيسى ممكن يصير الموتر لاند كروزر من ورا، يعني تخيل ان شلون البحوث يصير لاند كروزر في السواقه، فعلى اساس احنا هيئنا السياره ان تصير مريحه جدا لراكبها، يعني اللي بيسوقها في البر. يعني هاي فيها تغيير كامل في السياره صح؟ صحيح نعم، كامل من الخلف، وفي نفس الوقت مصرح في استراليا انه يسوق ينساق في الشارع، يعني حتى عندنا هنا في عمدان التوازن وفيه الاذرعه، يعني يكون مش بس انك تركب طيات، لا سيستم كامل للسياره يكون. عيسى ايضا لفت انتباهي الاذرع الكينج هذه، فممكن تكلمنا عنها؟ يسلمك، طبعا هاي السبيشال في الموضوع كامل، انه دوم شركات الكينج وغيرها يسوون لك جنبينات يونيفرسال حق كل السيارات وفي كل مكان تنساق، يعني احنا حبينا نسوي شيء خصيص لدوله قطر، يعني يكون على اجوانا، فاخذنا السياره وارسلناها امريكا، يعني جهزناها بالرنقات بالتواير بالترفيع اللي مناسبه حق اجوانا هنا في الدوحه، وارسلناها الى امريكا السياره وجهزوها هناك وعيروها بالست اب اللي احنا نبغيه، بالست اب اللي الشباب يبغونه هني في الدوحه، وبعدين رجعنا. شنو الست اب اللي الشباب يبغونه؟ اللي هو لطبيعتنا الحصى للسرعات اللي احنا نسوق فيها في البر، فجهزنا السياره بهالطريقه وبعدين شحناها مره ثانيه وجبناها. الاضافه الزياده اللي سويناها اللي هو هذا الست اب اللي سويناه دوم يجيك في السباقات في الراليات في التحكم الداخلي، فسويناه على اللاند كروزر، يعني هاي سبيشال سويناه حق اللاند كروزر في الدوحه، يعني اول مره ينزل في العالم على اللاند كروزر اللي هو التحكم الداخلي، يصير عندك من الجنبين نفسه تخليه مريح او ليف، الحين هذا الكمفورت، هذا اللي هو الوضع المريح، وتيبس عليه الحين يصير لك سبورت بنفسه، بس من داخل السياره انت تتحكم في الجنبين، عندك تبيه مريح تبيه يابس انت تتحكم فيه من داخل السياره، عندك من داخل السياره حق طبعا الاستخدام اليومي. نعم عندك الاستعمال اليومي بتحطه على الكمفورت مثلا بتنزل افرود. عيسى تعال شوي هنا اساس انه ممكن يشوفون الساده المشاهدين يشوفون وضعيه اللاي، ممكن تحط تشوف اللقطات كلها الحين عندك على وضعيه الكمفورت، الحين لو تشوف المساعد قاعد ينزل معاك بالعداء، يعني بحركه مريحه جدا قاعد ينزل معاك، لو شديت عليه الحين بحط وضعية السبورت بتشوف في ريستريكشن صاير على اساس حق السرعات، السياره تكون اثبت ما تتحرك معك، والريسبوند ماله سريع، يعني تجيه تلين عليه على طول، شوف لين معك الجنبين على طول، يعني فهذا السيت اب الجديد اللي سويناه. ولازم قلت لك الحلو في الموضوع انه اللي صار انه صار السيت اب للسياره على طبيعتنا احنا هنا في الدوحه، لو نشوف هذا البروشور من شركه كينج علقناه وحطيناه مكتوب سبيشال، هذا كلها سبيشال تيون فور قطر، يعني خاصه حق اي نعم سبيشال تيون حق قطر، هذه المساعدات نفسها اللي على السياره راكبه الحين. مصورنا اذا تاخذ اللقطه هذه نشوف البوستر هذا او الاعلان هذا اللي هو خاص فقط من شركه كينج لمستخدمين سيارات في قطر. اي نعم فهذا جديدنا، والجديد بعد هذه هي مركبه هنا صح؟ عليك نور، هذه السياره جاهزه كامله، هذا السيت اب الخلفي للسياره. اي نعم هذا السيت اب الخلفي للسياره،
وعندك بعد نفس الشيء في السيت اب الامامي للسياره. الحلو في الموضوع بعد انه يعني الناس ما قلنا احنا جهزناها صحيح في امريكا، لكن احنا سيرتيفايد من الشركه ان احنا نسوي الموضوع في الدوحه، فعندنا الصيانه كامله للجنبينات مساعداتها، يعني ينفل الجنبين عندنا كامل ونصينه، فاي قطعه خربانه اي قطعه فيها تحتاج تعديل تبديل اي نعم، فتكون عندنا ورشه كامله عندنا مخصصه للصيانه. ونفس ما قلت لك احنا سيرتيفايد من المصنع ان نصين ونعدل الجنبين كانه مستوي هناك في المصنع في امريكا. عيسى، يعني انتم قاعدين تحطون اشياء مثلا المشاهد العادي يتساءل هل ممكن انا اركبه في سيارتي؟ انا ما راح اروح مقناص، ما راح يمكن بروح مره مرتين ثلاث حق سيلين حق الشباب، يمكن بروح مره البحر، هل تنصحني اني انا اركب هالشيء؟ هو نفس ما قلت لك احنا عندنا رينج كامل، يعني من بدينا بالتفدوق اللي وريتك اياها اول شيء الى نوصل الى الكينج. طبعا في رينج للاسعار، يعني نتكلم احنا من 2000 ريال الى 44,000 ريال عندنا كباكج كامل يعني. فهو يصير كل واحد بيشاورك باللي هو يحتاجه، فممكن واحد يقول انت ما تحتاج، انت ما راح تستهلكها ما راح تستعملها حق الاستهلاك العادي. انا قلت لك يعني يعني استهلاكي شيء بسيط، بروح حق الشباب مره مرتين سنين، بروح البحر شوي، باقلص لي تيدر، باقلص لي طراد، شيء شو اللي تنصح فيه مثلا؟ هذا مثال مثلا نروح مع الكينج، عندنا في عندنا الكينج 2.5، فهذه تكون عمليه مريحه للاستعمال يومي ومريحه للنزلات الأفرود. لكن في بعد اللي عندك يبي يروح يبي يسوقها استعمال يومي، وفي نفس الوقت اذا نزل حصى يبي طامر في السياره ما يبي الجنبين يخف اداء معه، فهني يروح مع الباكج ال 3.0 لان في ايل اكثر غاز اكثر، فما يحتر الجنبين معه، يعطيه مسافات طويله، يعطيه اداء اطول يتم معه. زين عيسى، شو الجنبينات هذه؟ طبعا هاي كعرض للجنبينات اللي تقدمها شركه كينج، من اصغر جنبين نتكلم اللي هو 2.5 اللي تكلمنا عنه، الى طبعا اكبر جنبين اللي هو هذا يستعمل في السباقات في الراليات اللي هو التروفي تراك، سباقات في امريكا يعني يستعمل. عيسى، كم ياخذ الموتر للتجهيز بشكل كامل؟ يعني بتكم اليوم موتري واخترت القطعه اللي تركبونها، كم تاخذ من الوقت او كم يوم اساسا ان انتم تجهزون الموتر؟ طبعا يعتمد على الشغل، لكن نتكلم اذا كان شغل بس سسبنشن، يعني مثلا نفترض تجهيز نفس هذه السياره اللي هو بس تجهيز سسبنشن، يعني اللي هو جنبينات ورنجات وتواير، يومين ياخذ الشغل. لكن اذا نروح حق فابريكيشن شيء تحتاج نجهز لك فيه مثلا تانكي ماء، يعني اللي هو حق مكشات، هاي هنا ياخذ له وقت. لكن اذا شيء جاهز بس يتركب من يوم الى يومين يعني نقول. ما شاء الله عيسى، انتم عندكم مجموعه من الاشياء الجميله تفيد كل واحد ساق من سيارات الفرويل، سواء رايح يكشت في البر، رايح مقناص، رايح حق ربعه، اشياء تسهل ايضا عمليه السواقه في البر، وايضا هي مصدر اثناء عمليه السواقه في الشارع. شكرا لك، واتمنى لكم كل التوفيق يا عيسى في ما تقومون فيه من هذه المشاريع ان شاء الله، واتمنى لكم كل التوفيق. ياك الله يسلمك، جزاك الله خير على التغطيه. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما سمعتوا عيسى الشيب صاحب هذا المحل الذي قام بتجهيز مجموعة من السيارات، وأيضا قام بتجهيز هذا السيستم الخاص للسواقة في قطر، والذي أتى من الشركة المصنعة ليكون بكون باسم قطر، بكون مستخدمين السيارات في قطر. مثل ما شفتوا هذا المحل موجود وممكن يقدم لكم طريقة تجهيز سياراتكم، فقط عليكم تزورونه في معرض سهيل الصيد والصقور قبل ما ينتهي اليوم إن شاء الله، وتتعرفون على السيارات اللي قام بتجهيزها. سعود، أنا بروح بتعرف لك أيضا على جناح ثاني، لكن الحين أترك لك الصوت والصورة. كل شكر أخوي فيصل، طبعا في انتظار طلعتك الجاية ونشوف إن شاء الله من أي جناح وتروينا إبداعات العارضين اللي موجودين. طبعا نرحب مرة ثانية بضيف اللي موجود أخوي عبد العزيز السيد مدير معرض سهيل. وحسين، ممكن أنا بتكلم عن العارضين القطريين، خاصة خلينا نقول العارضين المواترة وهالقراجات نفسهم. كل سنة نشوف إبداع ونشوف ابتكار ونشوف أشياء جديدة، أنا ما أقول لك على مستوى قطر ولا الخليج، لا على مستوى العالم، يعني نشوف هذه الأشياء اللي موجودة كلها جديدة في الكاتيجوري الخاص بال 4x4. فمثل هذه الإبداعات اللي نشوفها، هل تلاقي دعم، تلاقي حتى إقبال من الجمهور اللي موجود؟ يعني منذ فترة صراحة، وفي تطور مستمر، يعني منذ النسخة الأولى وإحنا نلقى الشباب القطري حريص جدا، خاصة في تجهيز السيارات المواتر بطريقة. إحنا طبعا عندنا هنا أيضا يعني جمعية المواتر، عندنا في دعم كثير موجود في
في في في قطر بالنسبة حق، لكن الشباب القطري مبدع مطلع أيضا على المعارض العالمية. أنا بنفسي شفت كثير من الشباب القطري يعني يحضر كل المعارض هذه من أجل جلب التقنيات وأيضا الاحتياجات. يعني أنت يعني مثلا التضاريس القطرية تختلف من بلد لبلد. نعم. أيضا تجهيزات، أيضا الجمهور إيش يبغي، هذا كله طبعا في بال الصانع القطري دائما متواجد ويطلع على كثير من التقنيات الحديثة ومطلع. لذلك أنا أعتقد أن أكثر السيارات تجهيزا، إحنا اليوم في قطر أكثر الدول اللي فيها تجهيز سيارات، وأبدعوا صراحة في السنوات الأخيرة. ومعرض حسين يمكن كان لهم المكان اللي ممكن يعرضون فيه ابتكاراتهم، فالحمد لله رب العالمين. اليوم احنا نشوف في النسخة الرابعة نشوف شيء مختلف، يعني سواء كانت الكرفانات أو القاطرات اللي برا أو سواء كانت التجهيزات أو الدفع الرباعي، كل الحاجات هذه وصلت إلى مستوى عالي جدا. وأيضا بعض الابتكارات سجلت باسم القطريين، وأنا يعني احنا سعيدين بهم ودائما ندعمهم ودائما مكانهم يكون يعني محجوز، ودائما نثني على هذا التطور، سواء كانت من بيعاتهم اللي تستوي في المعرض، هذا جزء ايضا من الشيء اللي يفرحهم ويسعدهم واللي يجعلهم ايضا يبتكرون اكثر ويبحثون اكثر للوصول الى اعلى المستويات من الجوده. يعني مثل الحين العارضين المشاركين احنا شفنا في فتره قصيره اثبتوا انفسهم، اثبتوا انهم ممكن يصنعون شيء خاصة بقطر أو باسم قطر. يعني مثل هذه الابتكارات خلينا نقول الخاصة بعالم السيارات أو بعالم السيارات الفور باي فور، هل ممكن نشوفها في يوم من الأيام موجودة على المستوى العالمي في المعارض العالمية، موجودة مثل هذه السيارات وتنعرض حق العالم؟ أنا أعتقد أن اليوم في استطاعتهم أن يعرضون هذه السيارات يعني في الخارج، لأن الابتكارات اللي وصلوا لها ابتكارات يعني قوية جدا، وتصلح أيضا في تضاريس مشابهة لنا مثل استراليا مثل الدول هذه. نعم. تستخدم. أنا أعتقد القطريين وصلوا إلى مستوى حتى في تجهيز السيارة، حتى في الرفاهية اللي موجودة في داخل السيارة، أيضا في القاطرات اللي أنا شفتها اللي هي طبعا الكرفانات، مستوى عالي جدا. نعم. جدا يعني صعب أني أشوفها في أي مكان ثاني، يعني سواء كانت من الذوق العالي، سواء كانت من الجودة، سواء كانت حتى من المواد اللي مستخدمة، خفة السيارة نفسها، يعني هذه كلها طبعا تحسب للصانع القطري. والله احنا ما نقول له الله يقويهم والله يعطيهم العافية، اللي صراحة يفاجئونا كل سنة سواء على مستوى حتى الكربانات الموجودة مثل ما ذكرت، على مستوى السيارات أو حتى على مستوى تجهيز السيارة نفسها. فاليوم يعني قاعدين نشوف الجراجات اللي موجودة، ممكن من كم يوم أحد الضيوف بعد كان يقول إن أخذوا السيارات يجربونها في كذا مكان في كذا أرض، يعني جربوها في قطر، جربوها في استراليا، إن على أساس هذه السيارة تخدم يعني مو بس القطر، لا تخدم يعني هل في استراليا أمريكا أوروبا. يعني رياضة الصيد طبعا رياضة عالمية مشتركة، فتمارس هذه الرياضة في كل أنحاء العالم. نعم. وإحنا جزء من هذه المنظومة الكبيرة اللي فعلا يعني العريقة، يعني الحين ما مثل ما نشوف على الشاشة أبو حسين، يعني ما أقطع كلامك إلا بالخير، يعني مثل هذه الجنبينات اللي موجودة، مثل التواير، يعني مثل حتى ترتيب الشبات اللي داخل. نعم. السيارة ترتيب يعني السيارة. هذه شوف هذا تشيل أكثر من 12 أو 10 طيور، وممكن أيضا أنك تشيل حتى بعض الشبات عن الأماكن، يعني توسع أيضا فيها المخازن اللي تحت. نعم. هذه كلها طبعا تساعد حق الناس اللي يدعون مثلا. صح. فممكن يدعي طيورة مثلا وينقلهم في سيارة في أمان ما تشابك في، يعني هذه كلها طبعا جاية من قضية الاحتياج نفسه. نعم. يعني الابتكار دائما ينعكس من خلال الاحتياج، فلذلك دائما الشباب القطري مبتكر في الحاجات. شفنا حاجات كثيره، يعني هذه يمكن حاجات بسيطه، لكن شفنا الحاجات اللي يعني اكثر من هذه، اللي شفنا الحاجات اللي اعبر من هذه. ممكن احنا شفنا في او لاحظنا في الفتره اللي راحت او في السنين اللي راحت الشباب عندهم الامكانيه انهم يبدعون، عندهم الامكانيه انهم يبرزون، بس كانوا على ما تقول يستحون يطلعون ابتكاراتهم. بس ممكن هالشيء شفناه تغير من بدا اول موسم لمعرض السهيل، وممكن هذا كان احد اهدافكم الرئيسيه. طبعًا. يعني انه خلاص شلون هذا الشيء من عندهم. طبعا وجود منفذ بيع، وجود مكان منصه بيع، يعني هذه كلها طبعا جزء من عمليه الماركتينج، جزء من عمليه التسويق بشكل. انا اعتقد اليوم في المكان هذا يحصلون عشرات
بل مئات الناس اللي تمر عليهم ويسألونهم أيضا يشوفون رغبات الجمهور. دائما المعارض ترفع من مستوى الابتكارات وجودتها لأن دائما في فيدباك، دائما في نوع من التغذية الراجعة لأي حاجة، فلذلك دائما هناك تطور في الصناعة. أنا أعتقد المعارض هي الأماكن الصحيحة اللي ممكن تعرض فيها ابتكارات الشباب وأيضا التضاريس المختلفة. صحيح. اللي تساعد أيضا على تجربة هذه الابتكارات. يعني أبو حسين إحنا ما نبي بس نتكلم على مستوى السيارات أو تجهيز السيارات، ممكن اليوم عندنا بعد شفنا مثل أبليكيشن المخلاة. طبعا. هذا التطبيق المميز اللي يتكلم عنه أخوي عمران محمد الكواري، شفنا التجهيزات اللي موجودة، المستلزمات اللي موجودة حق هالبر، كلها أفكار ابتكارات قطرية. يعني لما تتكلم عن المخلاة أنا أعتقد هذه صناعة المستقبل. نعم. يعني من خلال هذا معرض متنقل. صحيح. معرض دائم موجود من كل الشركات اللي شاركت في هذا التطبيق نفسه. خافوا أن ينافسكم؟ لا بالعكس، إحنا طبعاً دائماً المعارض تعرض الحاجات. نعم. الجديدة دائماً والابتكارات الجديدة، لكن اليوم سهولة التنقل. صحيح. سهولة الوصول هي اللي ترفع من مستوى المبيعات نفسها. إذا أنا محتاج وأنا في الشمال محتاج حاجة قطعة معينة اليوم توصلني في لحظات. نعم. يعني في أوقات بسيطة جدا. أنا أعتقد أنه يعني حتى وجود هذه الجائحة، وجود هذه الظروف الاستثنائية ساعدت على عملية التطبيقات أنها تكون أقوى. لذلك كنا إحنا محتاجين إلى تطبيق يجمع كل شركات الصيد وشركات اللي سواء كانت بحرية أو كانت برية. فأنا أعتقد أن هذه التطبيقات هي صناعة المستقبل. أيضا عندنا إدارة رواد الأعمال أيضا. صحيح. تدعم هذه الحاجات لأن فعلا هذه صناعة المستقبل. اليوم إذا أنا كنت محتاج إلى دس ممكن يجيني من البرازيل. يعني في خلال يومين أنا أقول لك صراحة طلبت دس في خلال أسبوع وصلني في المعرض هنا. ممتاز. نعم. ممتاز. يعني دائما هذه التطبيقات اللي موجودة وحتى المواقع الإلكترونية ممكن تسهل عليك، خلينا نقول تسهل عليك الطريق، تختصر عليك الوقت. بس الأهم دائما في البداية لابد أن الواحد يؤمن بفكرته، يؤمن بالمنتج اللي قدمه وما يستسلم في البداية ويتعب فيها. يتعب لأنه إذا تعب وكان مؤمن بالفكرة نفسها بيجيه الدعم والعالم بيعرفونه. أما إذا بينطر الدعم يعني في البداية ولحين ما سوى شيء. لا. أنا دائما نصيحتي أبو علي، دائما نصيحتي للإخوان شباب من عيالي أنا أعتبرهم. نعم. دائما أنصحهم إنهم يعني يستمرون. دائما العطاء ما يجي إلا بالصبر. صحيح. الابتكار ما يجي إلا بالصبر. لذلك دائما أنا ناصح لهم خاصة شباب من اللي طالعين في نظام التكنولوجي والتقنيات والتطبيقات، هذه هي الصناعة اللي ممكن الإنسان يمكن يكون ثري فيها، ممكن يكون مبتكر، ممكن يوصل. لذلك الصبر هو أساس والمتابعة الجيدة وأيضا دراسة السوق نفسه. نعم. بالمناسبة طبعا أبو حسين بما أنك ذكرت دراسة السوق والصبر، هذا الموضوع بنتكلم عنه ولكن عقب الفاصل طبعا بنتعرف على الجناح اللي موجود إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا مشاهدين الكرام ننتقل معاكم إلى فاصل وبعدها نرجع ونتابع باقي تغطياتنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا لكم في تغطيتنا الخاصة لمعرض كتارة الدولي للصيد والصغور معرض سيل. ونرحب بضيفي من جديد أخوي عبد العزيز السيد مدير معرض سيل، حياك الله من جديد. الله يحييك. وإن شاء الله طبعا مستمرين في الحوار ولكن ننتقل معاكم مع مشاهدينا الكرام إلى أخوي فيصل المهندي ونشوف وين وصل في معرض سيل. فيصل كلمة عندك.
شكرا يا سعود، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء. متواجد امام شركة فارم للتجارة، وهي احدى الصيدليات المتواجدة لتقدم الادوية والعلاجات لعزكم الله الحيوانات من الطيور وايضا من حيوانات اخرى. سوف نتعرف على هذا كله مع ضيفنا العزيز سيد منصور بن راشد النعيمي. حياك الله معنا يا ابو راشد. مرحبا ومسهلا، الله يحييكم. ابو راشد، هذه مشاركتكم الرابعة في معرض صهير، لماذا انتم دائما حريصين على المشاركة في هذا المعرض؟ صحيح، نعم طبعا المعرض يسوي اضافة لكل شركة، طبعا معرض بهالفخامة وبهالضخامة طبعا اكيد معرض قوي من نوعه في المنطقة، مش في بس في قطر. فاحنا نحرص على المشاركة طبعا، وعندنا احنا دكاترة، عندنا ستاف كامل، وعندنا الله يسلمك اللي هو من اقوى الشركات العالميه اللي هي فيتا فارم الاستراليه، وعندنا الكيزبرينج اللي هي الهولنديه لتغذيه الطيور، وعندنا علاجات الطيور، مكملات الغذائيه، كل ما يخص الطير موجود عندنا باذن الله في شركتنا. زين، خلينا نتعرف على الاغذيه الموجوده عندك، نبدا من هنا. ايش الاغذيه هذه الموجوده عندنا على الطاوله؟ طبعا احنا عندنا هنا اقوى الأدوية المعروفة، احنا عندنا شامل كل ما يخص الطيور، كل أي حاجة موجودة عندنا في الشركة، ولكن هي في ثلاث أدوية يعني متعارف عليها، يعني أكثر الأمراض في الطيور اللي هي الكوكسيديا. هذا الكوكسيديا، وفي هذا ليش؟ الكوكسيديا هذه، هذا الكوكسيديا نوع من أنواع البكتيريا والديدان اللي في جسم الطير، احنا نعطيه من هذا الكوكسيديا، هي هذا أقوى شيء. وفيه هذا القلاع، القلاع اللي هو يسبب مشكلة في جيب الطير، وهذه المشكلة هذه القلاع، هذا من أهم الأمراض. وفيه الديدان، هاي شامل الديدان، الدود اللي في جسم الطير، كل ما يخص أي نوع من أنواع الديدان هذا يختص فيه. وعندك السبوكتوفيد، هذا المضاد حيوي، يعني هذا مضاد حيوي شامل قوي، يخلي الطير يعني يتعالج بسكر سريع من جميع اي مرض، للالتهابات، التهابات جميع الالتهابات اللي تخص الطيور هذا يعالجها. وهذه مجموعه فيتامينات، هذه مجموعه فيتامينات اللي هي تخص الطيور، فيتامينات شامله، وفي مكملات غذائيه، وفيها انا قاعد اشوف مجموعه من الادويه. أيوة، خلينا نشوف بس عشان تشوف الكاميرا. هذا للكبد، هذا طبعا بعد ما نعطيه الادويه الطير او تعالج من دواء معين، نعطيه هذا الكبد ينظف السموم اللي في الكبد من الادويه، الترسبات اللي تخص اللي تخص الطيور نعطيه من هذا. طبعا كل دواء تعطونا مع وصفه يعطيها الدكتور انه حق صاحب الطير، انه شو الادويه اللي ممكن انت يقدم، لانه ما يصير يعطيه علاج وهو الطير ما في شيء صاحي، اكيد انه في وصفه او يحتاج هالدواء المعين لعلاج طيره، وش كثر يستخدمه، يعني في نسب معينة للطير اللي هو نسبة 30% 20% 10% وطالع، يعني القوة اللي فيه وش كثر يستخدمه كم يوم عشان يتعالج الطير بإذن الله. أنا قاعد أشوف جهاز اللي قاعد يسوي عند الشباب، إذا ممكن بس الكاميرا تأخذ الجهاز أشوف الكاميرا. هذا الجهاز ممكن حق إيش؟ هذا قاري الشرايح، هذا يقرأ الشريحة اللي في جسم الطير. قاري الشرايح؟ إيه، في شريحة في جسم الطير نحطها اللي في اسم الطير، اسم راعي الطير، ورقم تليفونه، معلومات اللي تخص صاحب الطير، شريحة تنحط في تحت الجلد. وإيش تستفيدون منها؟ هذه عشان لضاع الطير أو واحد تختص في سارق في أي نوع من أنواع هذه، هذه تبين أو بتشارك في بطولة دولية، بتشارك في بطولة محلية، معلوماتك كلها موجودة في هالجهاز اللي هي في الشريحة، يعني أي شريحة. والشريحة من يحطها؟ الدكتور. دكتور طبعا لازم تكون شريحة تابعة لكم أنتو؟ لا 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 مو بشرط، في شركات كثيرة هنا شريحة، وهو يقراها الجهاز، يقرأ أي شريحة. زين، أنا فت انتباهي أيضا إذا نمشي شوي، الثلاجات فيها مجموعة من أشوف الأرانب، فيها ديدان، مجموعة من تعرفنا على شو اللي موجود في الثلاجة هذه. هذا الله يسلمك، هذا خلانا نروح صوب الثاني عشان ممكن المشاهد يقدر يشوفه. تفضل. زين راشد، عرفنا على الموجود. هذا الله يسلمك اللي هي الديدان، تخص الحباري والكراوين، احنا عندنا هذا الديدان، ايه هذه بروتيناتها عاليه جدا، تخص الديدان وتخص قصدي الحباري والكراوين، اكثر شيء نعطيها هذه مشكل، يعني فيها انواع الديدان مش نوع واحد. ايه عندك هذه عزكم الله الفيران، الفيران هذه حق الطيور طبعا، هذه في موسم المقيض للطيور، للي يبغي ياخذ حق تبديل الريش،
لازم يكون للطير في تنوع في الغذاء عشان تعطيه قوة وتعطيه عشان لتبديل الريش. وحتى هالحجم صغير بعد يعطون نعطيه الحباري بروتينه هذا جدا عالي للتفريخ والغيره. الأرانب هذا حق اللي بيعطيه يعطيه، لكن في ناس بعد يعطون عند الحيوانات المفترسة حد عندها، يعني هاي شركة عندنا احنا كل ما يخص الحيوانات المفترسة مو بس الطيور، ولكن أكثر شيء الطيور الحباري. كل هذه أغذية مجمدة. أيضا نشوف هنا أعزائي المشاهدين مجموعة من الطيور الموجودة هنا. تحياك براشد هنا. هذا اللي أقول لك التنوع الغذائي بالنسبة للطير وقت المقيض. هذا اللي هناك قلنا لكم نوع، وهذا الصيصان. هذا الصيصان يجي عمرها يوم، هذا بروتينها نفس الشيء عالي جدا لتبديل تحفيز الريش عند الطير. وهذا الفري. الفري احنا الكويل نوعين طبعا، في الجامبو الكبير وفي العادي. وهذا طبعا الحمام. الحمام معروف يعني الحمام عشان يكون في تنوع. ما شاء الله انتم مقدمين مثل غير الأغذية ايضا مجموعة من الأدوية مثل ما شفنا. براشد انتم دائما حريصين على صحة الطيور، هذا كم عدد الأشياء للطيور اللي أنتوا فحصتوها من أول ما جيتوا هنا المعرض؟ شو النصائح اللي دائماً تقدمونها حق راعين للطيور؟ إحنا ما عندنا الله يسلمك فحص، الفحص في العيادات ولكن إحنا عندنا اللي هو الدكاترة يعطون شرح بالنسبة للأدوية، مش فحص للطير. ممكن واحد يبغي العلاج الفلاني أو في شغلة الفلانية يشرح للطير، الدكاترة هني يعرفون وشو يحتاج الطير أو شو علاجه بالضبط. إيه. وطبعا هذه الشركة طبعا عندنا كل ما يخص الطيور، كل العلاجات والفيتامينات اللي على القمل، اللي عن السبوح الشامبو حق الطير، حق ريش الطير، حق المزاين، هذه كلها موجود. يعطيكم العافية، ما شاء الله صدريتكم متكاملة فيها كل ما يحتاجه صاحب الطير من أغذية وأدوية إن شاء الله. الله يوفقكم يا منصور راشد النعيمي في هذه الصيدلية، وأتمنىكم كل التوفيق في هذا المعرض. الله يجزاك خير، طول عمرك إن شاء الله يا مرحبا. أعزائي المشاهدين مثل ما شفتوا صيدلية متكاملة موجودة في معرض السير للصيد والصقور من أدوية وأيضا أغذية للطيور والحيوانات الأخرى عزكم الله. علينا ننتقل إلى سعود وراجع لكم إن شاء الله في فقرة أجمل بإذن الله. كل الشكر أخوي فيصل وكل الشكر لضيفك. طبعا استمتعنا ومثل ما تكلمنا عن اجتهاد وابداع وابتكار اهل قطر خاصه في مجال البر والطير بشكل عام. ابو حسين طبعا نرجع، احنا ممكن كنا نتكلم عن هذا الجانب من وجهه نظرك كمدير للمعرض، الحين ابى اتكلم كوجهه نظرك كمشارك في المعرض. نعم، يعني أنا دائما من هذه هواية بالنسبة لي، كنت دائما وهذه الهواية أحب أن أنقلها حق الولد أيضا حسين، يعني الله يحفظه وهو اللي مسؤول. الله يوفقه إن شاء الله. الله يوفقه بحكم سفره يعني. نعم. ودراسته في أمريكا، فحاولت قدر الإمكان أن أيضا ما أقطع العادة هذه وأشارك أيضا بالحاجات اللي هو كان يبدع فيها وينتجها. فالحمد لله رب العالمين. دائما يعني الهواية مثل ما قلنا هذه كانت هواية وأصبحت رياضة، واليوم أصبح منتج تجاري. يعني هذا التسلسل والوصول إلى هذا المنفذ. طبعا مقطع كلامك كله بالخير أبو حسين، ولكن أحيانا نشوف لغطات من أنا حاول هني وعلي أن دائما يكون الحاجة تقليدية. نعم. يعني لما تتكلم عن المخالي القديمة. نعم. اللي من السدو، لما تتكلم عن السكاكين البتاوية الأولية اللي نستخدمها، حتى المراسل الأولية القديمة اللي فيها بريسم وفيها الجوخ الإنجليزي، هذه كلها طبعا هذه سكاكين حادة جدا يعني أمريكية. حن نوصل إلى هذه البتاوية اللي عقبها اللي كان كل صقار أو ذي تكون يعني عنده في القطعة هذه. هذه عبارة عن تراث يعني. نعم. في الذي ايضا المناقل الاول كلها يستخدمون مناقل، كانت شعر او كان مثل الطربال او اي قطعه في البيت ممكن الواحد يعني يحاول ينسجها. صحيح. بطريقه وممكن يستخدمها. كانت المواد القديمه هي اللي ممكن احنا نطورها وصول بالخامات الجديده. كل حاجه تطورت عندي تطورت بهذه الطريقه. اليوم بحسين انا بتكلم يعني خاصه عن المعروضات اللي تعرضها، ممكن انت من الأجنحة او حتى من المحلات الغليله اللي تعرض هذه المنتجات بهذه الطريقه، خلينا نقول الطريقه التراثيه، انك ما تخليت عن هذا الطابع.
يعني إذا كان في شيء جديد حتى أن تكون يعني ريحة الماضي فيه على ما يقولون. يعني هذا الشيء يعني اللي خلاك أنك حتى تصر القصة على هذا الشيء، هل خلينا نقول السوق يقبل هذا الشيء؟ طبعا هذا السوق دائما له حنين حق حتى البراقع، حتى هذه كلها قصات البلم والقصات القديمة حق قطر، فهذه كل الحاجات هذه اعتقد في حنين للرجوع الى الحاجات، لكن الخامات تغيرت والالوان تغيرت واصبحت هناك رغبه يعني في الحاجة. حتى الكور القديمه وكور الشواهين اللي اصغر، يعني انا اعتقد انه لابد ان احنا نطور الحاجات هذه توصل، وحتى اسعارها تكون مناسبه جدا. يعني انا اليوم يعني احاول قدر الامكان ان تكون خدمه حق الجمهور، تكون اسعار مناسبه ولا يكون في نوع من يعني نوع من المبالغه في في الاسعار، على اساس انها تكون مقبوله جدا للشاري نفسه. فاحاول قدر الامكان حتى يوم طورنا السبوق والمراسل حطيناها في علب، يعني هذه الحاجات هذه كلها طبعا تعطي نوع من التسويق الجيد بشكل حديث ولكن فيها ريحة الماضي. طبعا أبو حسين أنا من الأشخاص اللي أشهد لك يعني ممكن على الأشياء اللي تقوم فيها، على التعب اللي تتعبها، خاصة يعني أنك الشيء اللي تعبك أنك تبحث عن الجودة، خاصة خلينا نقول في نوع الجلد، في نوع حتى الخلق اللي توفره، فهذا الشيء ما يأثر عليك أو خلينا نقول يأخرك بعض الشيء في أنك تنتج هذه المنتجات؟ والله دائما الاكتشاف جميل صراحة، الواحد في سف يعني لما يسافر ويكون بعيد ودائما اللي يبحث يحصل صراحة. اليوم أنا أبحث حتى في الإنترنت، حتى أبحث مثلا في المواد اللي متوفرة في أماكن البعيدة، أصبح الحين ما في شيء صعب، كل شيء يوصلك مجرد ما أنت تختار الحاجة أنا أعتقد أنها توصل، ولكن محتاج بحث. أنا أعتقد البحث هو اللي يوصلك لهذه المواد صحيح الجديدة، مثلاً الجلود الجيدة اللي على مستوى، والصانعين أيضاً الجيدين اللي ممكن يقدمون حاجة فيها من الكواليتي نفسها، من الجودة. أنا أعتقد أن الجودة هو أساس في تطور جميع الحاجات. الإنسان اللي يبحث عن الجودة ويحاول يتعب على الصنعة نفسها بيوصل أعتقد إلى زبون يكون يعني يقدر هذا الشيء. الله يوفقك إن شاء الله يا أبو حسين. ممكن احنا شفنا يعني حتى من المعروضات اللي موجوده مقتنيات حسين نفسه، نعم، اللي معروضه في المعرض، نبي نتكلم عنها ومتى بدا فيها ولدك حسين، بدا خلينا نقول يحب هذه الهوايه وبدا يجمع. يعني حسين ما شاء الله عليه يعني من صغرته يعني دام انه معاي ورافقني ويشوف الحاجات هذه فدائما كان يعني يحب انه يقتني، فانا اقتني يعني اهديته اول على قولتهم سكينة بتاوية، فمن ثم بدت الحاجات هذه يعني تزيد عنده فيختار هذه المقتنيات اللي موجودة ويبحث عنها. اليوم حسين يمتلك أرشيف ضخم جدا من السجارة، عبارة عن أكثر من يعني في 12 متر في 12 متر، سواء الحين كانت مقطع كلامك الله بالخير، هذا هي قاعدين نشوفها الحين على سواء كانت كتب، ممكن انك تتكلم عنها ابو حسين، كتب قديمه، نعم، سواء كانت وكور قديمه، مناقل، يعني مخلاه، الحاجه اللي تطيح في يده يحاول انه يحتفظ فيها. نعم، هذه طبعا الارشيف الضخم اللي هو الارشيف السجاره، يعني هو عنده اكثر من 500 قطعه، بجانب حتى شوف الطوابع نعم اللي عن الطير لكل دول العالم. يعني عنده اليوم يعني امس داخل في مزايده على طابع خليجي صار له اكثر من 100 سنه ما شاء الله عن الطير، عن الطير والصقار وناقل الطير على يده. انا اعتقد ان هذه كلها تدخل في هوايه ان شاء الله، وانا علمته صراحه، انا علمته انه يستمر في هذه الهوايه. الحمد لله رب العالمين، يعني النقل من جيل الى جيل هذا شيء مهم جدا في ان تكون هناك ذاكره، نعم، ذاكره للسجاره في 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 منطقتنا. هذا اسلوب حياه يا ابو علي، ترى هذا الشيء انا اعتقد انه، وبتكون ايضا عباره عن يعني ريفرنس حق الناس اللي بعد، حق الباحثين اللي ممكن يكتبون في هذه كل الحاجات اللي انطبعت في قطر، سواء كانت مثلا في القلايل او في مرمي او في القناص او كل
الاوراق موجوده في هذا الارشيف الكبير اللي يعني اللي قدرنا ان نحتفظ فيه. يعني هذا شيء مهم صراحه ابو حسين، الشيء اللي انت تقوم فيه باتجاه يعني عيالك، باتجاه العائله طبعا بشكل عام، ان تعرفهم على هذه الهوايه، تعرفهم على هذا الارث وتعودهم عليه وتحببهم فيه على اساس ما يندثر، مثل ما انت ورثته هم بعد يورثونه ويورثونه بعد ان شاء الله في قادم الايام. يعني في البعض خلينا نقول ممكن يورث الشيء من ابوه ولا يشوف هذا الشيء بس ما يحبه وما يعرف قيمته. سبحان الله. فانت شلون ممكن مارست او خليت حسين يعرف قيمه هذا الشيء او يحب هذا الشيء ويستمر في هذه الهوايه؟ شوف اللي يرافق ابوه دائما يعني سواء كانت في المجالس او في التظاهرات هذه مثلا او في هذه البطولات، الحاجات اللي وفرت لها البلاد ما شاء الله وحافظت عليها، او في هذه المهرجانات او في هذه المعارض، انا اعتقد انه يعني يبدا يقلد ابوه وهو صغير. نعم. وبعد فتره تكون له ذاكره، يبدا حتى لو بعد فتره ممكن ترك الموضوع هذا لكن يرجع لها بسرعه جدا، لان الذاكره قويه عنده، شاف ابوه يقتني الحاجات، وانا دائما احرص عليه واعلمه قيمه الحاجات هذه، شلون حصلتها، وين حصلتها، وش قيمتها الذي. فسبحان الله، الله وفقه انه يحب الحاجات هذه واصبح جزء من ثقافته يعني صراحه. الله يوفقه ان شاء الله، ونقول عسى الله يرده سالم وغانم ويرجع لك بالشهادات العليا ان شاء الله يا ابو حسين. الله يحفظه ان شاء الله. ابو حسين انا ممكن بتكلم اليوم، نرجع الى المعرض، نرجع الى معرض السهيل. اليوم في المزاد عندنا طيرين عدل، نتكلم عن الطيرين المعروضين ونتكلم عن الآلية اللي راح تكون طريقة المزايدة عن طريق الموقع الإلكتروني. احنا حاولنا ان نسوي نوع من المزادات الرديفة، يعني عندنا مزاد سهيل وعندنا المزاد العام، فنحاول قدر الامكان ان ايضا نعطي فرصة لمن يبي يعرض طيرة في اللي. ففعلا امس كان معروض طير في المزاد العام، واليوم ايضا معروض طير في المزاد العام بجانب اللي هو مزاد سهيل اللي هو طبعا على المنصة نفسها. هذه المزاد طبعا الحمد لله رب العالمين توفقنا في عملية المزاد الإلكتروني. نعم. والمزاد عن بعد، والأسعار بدأت ترتفع، يعني أنا من شوي تركته كان الطير اللي مطروح في إيران على المنصة كان واصل 120 ألف، فأنا متوقع أن الطير أيضا هذا بيوصل أكثر في الذي. فهذه يعني السهولة في المزايدة نفسها اللي كانت عن بعد، هذه عطى قيمة للطير، وأيضا عطت بعد عطت نوع من الشفافية. ها صح، يعني احنا نحاول أيضا لما نوصل إلى نهاية المزاد نفسه وكان في تنافس بين الأول والثاني، أن أيضا بعد ما يوقف المزاد نسوي مزايدة أخيرة بين الأول والثاني. نعم. بطريقة هذه كلها طبعا تعطيك قيمة لقيمة الطير، أيضا قيمة أيضا للبائع على أساس أنه يتشجع أن طيره وصل، لأن الطير من ينحط على المنصة خلاص السعر مفتوح يسمونها. لذلك أي سعر يوصل له ممكن ينباع فيه الطير، عشان كذا احنا نحاول أن نرفع بالقيمة الطير ونعطيه القيمة. نعم. الحقيقية. هذا نوع المزاد، وتوفقنا الحمد لله في الخمس أيام، وعرض الطيور وصلت أسعار يعني أسعار فعلا عالية وعلى مستوى. نعم. وطيور يعني تستحق صراحة هذه. نعم. وشفنا ممكن التنافس اللي موجود طبعا من خلال المزايدة، وحتى سواء من كان عن طريق الموقع الإلكتروني وحتى عن طريق الايبادات اللي موجودة في المنصة أو في الجلسة الرئيسية مكان عرض الطير. أنا ودي أتكلم على أساس نعطي المسابقات الأخرى حقها اللي هي أجمل برقع وأفضل جناح. إلين اليوم وصلنا اليوم الأخير، شلون شفتوا التنافس، شلون شفتوا الأجنحة اللي موجودة حتى من خلال العرض واستقبال الزوار؟ ما شاء الله الأجنحة يعني هذه طبعا جزء من العارض نفسه يحاول أنه يعرض بضاعته بشكل جميل وبشكل منظم، لذلك الأجنحة نفسها تعطي هوية العارض نفسه. لذلك احنا ايضا بغينا ندعم هذه. نعم. الهويه من خلال ان ايضا نشجع العارض انه يبني
مكان يقدر يعرض فيه حاجاته بطريقة منظمة جدا، بطريقة فيها نوع من الجمالية. فتنافست الشركات على أنها تبني مباني داخل المعرض تعرض حاجاتها بطريقة يعني فيها نوع من العرض الجميل. هذا طبعا كثير من الشركات شاركت في هذا هذه المسابقة. المسابقة واحنا عندنا لجنة، عندنا لجنة مكونة من بسألك عن اللجنة، مكونة من اللجنة المنظمة العليا اللي موجودة في المعرض. احنا تقريبا سبع اشخاص، وطول ايام المعرض نمر على الأجنحة وتكون لها معايير. السنة طبعاً معاييرها كثيرة، معاييرها أيضاً متماشية مع عملية الجائحة هذه. نعم. إذا كانت طريقة البيع عن بعد أو طريقة منظمة، يعني تركزون على هذه الأشياء طبعاً. نعم. نركز أيضاً في البداية طبعاً على جمالية الجناح نفسه، سهولة الوصول الزبائن إلى الأماكن. أيضاً إذا كان فيها نوع من الاحتراز، فيها نوع من العرض الجيد، فيها وجود مثلاً في حالة مثلاً قفازات مثلاً حق أنك تمسك مثلاً البضاعة وتقدمها، كل الحاجات هذه مرينا عليها ونحاول قدر الإمكان أن نبرزها بشكل جيد ومعاييرها واضحة، ونحاول أن أيضاً نعطي الجناح حقه في أن يكون يعني مناسب. في نفس الوقت أيضاً يكون هناك من الشفافية اللي نحاول أن يكون الجناح. الحمد لله رب العالمين، السنوات اللي راحت جميع الاختيارات اللي كانوا الناس راضين على اللجنة، فحاولنا قدر الإمكان أن تكون الجائزة بهذه الطريقة، والحمد لله كانت فعلاً يعني موفقين في اختيار الجناح المناسب. الله يعطيكم العافية. بالنسبة حق طبعا البرقع أيضا بهاشمية، أنا بسألك عن البرقع، ممكن هذه البراقع حتى اللي موجودة الحين عندنا. نعم. هذه ترى كانت أحد الفائزين في يوم من الأيام. نعم. في النسخ اللي نعم فاتت. في النسخ اللي راحت. نعم. بس هذه السنة نفس الشروط موجودة، نفس الشروط واللجنة نفسها، ونحاول قدر الإمكان أيضا نختار سواء كانت من ناحية الجمالية، من ناحية المواد المستخدمة، من ناحية حتى استخدام، إذا كانت الاستخدام فعلا هذا استخدام ممكن يستخدم أو أنها عبارة عن زينة فقط. الحاجات هذه كلها طبعا. نعم. وأيضا النظر، وكل حكم له أيضا رؤيته في مقاييس الجمال نفسه. الله يعطيكم العافية والله يوفقكم إن شاء الله. أخوي عبد العزيز سيد المدير معرض السيل، كل الشكر على الجهود اللي تقومون فيها واللي قمتوا فيها، وعلى التسهيلات صراحة اللي قدمتوها لنا احنا وللزوار وللعارضين. صراحة جهود كبيرة تقومون فيها، يمكن ما حد يشوفها أو حتى يحس فيها، لأن صراحة أنتم مخلين الواحد يأخذ راحته وأكثر من راحته. الحمد لله رب العالمين، والنجاح دائما مشترك والحمد لله. وشباب قطر قادرين على تنظيم أكبر من هذه يعني التظاهرات. والسهيل أنا أعتقد بسبب يعني أنه معرض جماهيري. نعم. جدا، فكان يعني لابد أن يكون فيها كثير من الاحترازات وكثير من يعني الاحتياطات، على اساس أن الكل يكون بسلام، سواء كان الزائر أو العارض أو المنظم. وهذا بداية موسم جديد. الله يوفقكم إن شاء الله، والله يبيض وجهكم إن شاء الله. يبيض يا أبو علي، يعطيك العافية. طبعا مشاهدين الكرام، هذا كان الحوار الممتع والشيق مع أخوي عبد العزيز سيد مدير معرض سيل، وهو اللي هو معرض كتارة الدولي للصيد والصغور. الآن ننتقل معاكم إلى فاصل، وبعدها نرجع نتابع باقي تغطياتنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام في تغطيتنا الخاصة لمعرض كثرة الدواري للصيد والصقور معرض سيل. وصلنا إلى اليوم الأخير من المعرض. طبعا إن شاء الله المعرض راح يتم فاتح أبوابه إلى الساعة 11 الليل، فاللي وده يجي وده يزور المعرض ممكن أنه يجي، وفي وقت عندكم وقت إلين الساعة 12 أو الساعة 11 إن شاء الله. طبعا نذكركم إذا بغيت تجون، بس كل اللي عليكم أنكم تسجلون البيانات سواء على البوابة أو حتى من خلال الموقع الإلكتروني، وإن شاء الله تستلمون الباركود وتدخلون المعرض على طول. وأكيد نذكركم بالمزاد اللي موجود اللي بيستمر إن شاء الله إلى الساعة 7. شوف الطيور اللي موجودة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمعرض السيل، أو حتى من خلال التطبيق ممكن أنك تشوف كم وصل الطير والزايد عليه، والله يوفق الجميع. الحين بنشوف معاكم بعض اللقطات الأرشيفية اللي هي من تجميع جمعية القناص القطرية، ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. طبعا مثل ما شفنا هذه اللقطات الأرشيفية اللي موجودة في جناح جمعية القناص، واللي موجودة طبعا في جمعية القناص القطرية ممكن اللي يبي يطلع عليها ويتعرف
عليها أكثر ممكن أنه يزورهم في الحي الثقافي كتارة في المبنى الخاص بجمعية القناص القطرية، أو حتى اللي عنده شيء من الأرشيف وده أنه يشارك في هذا المشروع أنه يحفظ طبعاً التراث والإرث الخاص في هذه الهواية، ممكن أنه يتواصل معاهم. وطبعاً إحنا بدورنا نشكرهم على الجهود اللي يقومون فيها، نشكرهم على البرامج، نشكرهم حتى على الفعاليات اللي يقومون فيها ويجتهدون فيها على أساس يوصلون هذه الرسالة. عندهم هدف معين، عندهم رسالة يبون يوصلونها، ممكن أنهم يوصلونها عن طريقكم أنتوا أو حتى عن طريق المشاركة في المعارض في المهرجانات، أو حتى من خلال تنظيم بعض الدراسات والمشاركة طبعا مع الجامعات القطرية سواء جامعة قطر أو غيرها من الجامعات العالمية، والمشاركة طبعا في المعارض الدولية لتعريف العالم بالإرث والتراث القطري. نشوف معاكم طبعا مزرعة أم حيش مثل ما تشوفون معاي مزرعة أم حيش، ونشكر طبعا الشيخ علي بن عبد الله على تعاونه معانا على توفير الطيور لنا كل يوم في الاستديو طير لعرض طبعا هذه الطيور اللي موجودة. طبعا مزرعة أم حيش بس للعلم ما هي بخاصة فقط بالصقور، لا هي خاصة في إنتاج الحباري، خاصة في إنتاج الكروين، خاصة في إنتاج حتى القطة. وممكن اللي وده يتعرف عليها أكثر وأكثر ممكن إنه يجي يزورها من خلال جناحها، أو حتى يزورها من خلال الموقع الإلكتروني، أو حتى من خلال مزرعة أم حيش. أنا الآن ودي أنتقل معاكم إلى أخوي فيصل المهندي ونشوف إيش عنده. يا فيصل تفضل والكلمة عندك. حياك الله يا سعود، وهذه بتكون إن شاء الله ختامها مسك إن شاء الله لمعرض السهيل والصقور. معاي محمد بن عبد اللطيف المسند نائب الرئيس للجنة معرض السهيل الصيد والصقور، راح نتعرف على النتائج والأرقام اللي حققها هذا المعرض في اليوم الختامي. مساك الله بالخير يا أبو عبد اللطيف. الله بالخير يا أخوي، مرحبا ومسهلا فيك وفي قناة الريان. أبو عبد اللطيف وصلنا لليوم الأخير، لحد الآن عطنا الأرقام عدد، كيف شفتوا الإقبال في السنة الرابعة على التوالي لهذا المعرض، وكيف هي أبرز النجاحات حققتوها من خلال هذا المعرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن اليوم الأخير والختامي، إحنا سعيدين وحزينين في نفس الوقت. الحمد لله، يمكن كان المعرض واجه صعوبات في البداية قبل الانطلاق بسبب كوفيد-19، لكن الدعم الكبير اللي وجدناه من الحكومة أيضا من مؤسسات الدولة، صراحة نشكرهم من خلال المقابلة هذه على الدعم الكبير لمعرض السهيل. الحمد لله كثير من الشركات الدولية والمحلية كانت حريصة على المشاركة، هذا اللي دفعنا قيام هذه النسخة من معرض السهيل الرابع. الحمد لله رب العالمين، وجدنا صراحة رضا تام من كثير من الشركات المشاركة الدولية والمحلية. الأخبار شلون نشوفها عبد اللطيف هالسنة؟ الحمد لله رب العالمين، مثل ما تشوف أنت يمكن إحنا خامس يوم وما زالت الزحمة والكثافة اللي مفروضة علينا من قبل وزارة الصحة ومحافظين عليها في التباعد الاجتماعي. الحمد لله الكل راضي، تقريبا وصل حجم الزوار إلى 30,000 زاير. عبد اللطيف ما قطع كلامك بالخير، هذا هو اليوم أنتوا عارضين طيرين في المزاد اليوم. نعم. هذا الطير لعبد العزيز بن مبارك العلي. صحيح. وهو فرخ حر إيراني، يمكن هذا يعتبر مزاد عام. أيضا عندنا قرناس إيراني فوق في مزاد السهيل الخاص. هذا الطير لحد الآن وصل مبلغ 86,000 ريال، واللي سام أخونا حمد بن خجيم اللي تشوفونه يمكن جالس يقلب الطير. هذا الطير صراحة من الطيور اللي مميزة، واعتقد اي واحد يبي يقنص ويحب الحر ما يخلي القطعه هذه من الطيور، لان ريشه مميزه ولا تلاقيها كثير صراحه. شو مدى رضاكم عن المزاد وعن الارقام اللي وصلت لها في بيع الطيور؟ الحمد لله رب العالمين، اعتقد ان اليه المزاد اليه متطوره، بامكان اي واحد يزايد من خلال الويب، بامكان يزاوده في البيت، يجيني مسج او يجيك مسج انت يا اخوي فيصل كمزاود، ينتهي المزاد كل يوم تقريبا الساعه 9 في الليل. تراضين على الاسعار اللي وصلت لها الطيور؟ رب العالمين، اعتقد ان احنا راضين، وايضا اللي عارضين طيورهم عندنا راضين عن مبلغ المبيعات اللي رست على الطيور. احنا صراحه تشرفنا بزياره سيدي سمو الامير، ايضا زياره سيدي سمو الامير الوالد، زياره معالي رئيس مجلس الوزراء، اعتقد هذه كلها نجاحات
كبيرة صراحة. إحنا لنا كلجنة منظمة أيضا دعم من سموهم لهذا المعرض وهذا التراث بشكل عام. هذا يعني فخر كبير لنا كلجنة منظمة وأيضا دعم، وأعتقد أن هذا يمكن يكون حمل علينا إحنا يعني إن شاء الله نقدم المزيد في المعارض. عبد اللطيف، ما مسابقة البراقع وين وصلت؟ أعتقد إحنا كلجنة يعني هنالك لجنة لتقييم البراقع الموجودة، اخترنا البراقع الأول والثاني والثالث، يمكن خلال نص ساعة أو ساعة راح نعلن من الأول والثاني والثالث. هذا تشجيع من كلجنة لتشجيع الحرف اليدوية على إبراز مهاراتهم في معرض السهيل. أعتقد اللي يزور معرض السهيل يجد كل ما هو جديد في مجال السقارة والمقناص والرحلات بشكل عام في معرض السهيل. اللي يسعدنا يا أخوي فيصل إن إحنا وجدنا كثير من الشركات الموجودة في معرض السهيل، يمكن مخصصة كثير من الإنتاج مخصصة لمعرض السهيل فقط. أيضا اللي يفرحنا أن شباب قطري جالس يبدع في هالمجال، ظهرت ماركات جديدة في مجال تجهيز للرحلات، الدسوس، كل التفاصيل اللي احنا نحتاجها كشباب قطري في هالمجال موجودة في معرض السهيل. فالحمد لله رب العالمين، احنا نشجع على دعم الشباب بشكل عام. هذا الحمد لله شفناه في معرض السهيل، وشيء مش مستغرب على الشباب القطري في كل مجال. عبد اللطيف ما قصرتوا، بيض الله وجوهكم على هذا المعرض، وعلى نود ان نشكر ونبيك توصل هذه الرساله هاي كل القائمين على معرض السهيل، نشكرهم كلهم على الجهود اللي قاموا فيها خلال هذه الخمس ايام في معرض السهيل. نتمنى لكم كل التوفيق، وايضا نتمنى لكم من نجاح الى نجاح باذن الله، وان شاء الله نلتقيكم في معرض السهيل الخامس باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يبلغ الشكر هذا، ويعني هذا شيء مش مستغرب على الشباب القطري صراحة. أثبت من خلال معرض السهيل أن قطر قادرة على تنظيم جزء كبير من المعارض والمؤتمرات والبطولات بشكل عام، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية اللي يعيش العالم بشكل عام. فالحمد لله من أعتقد أن من معرض السهيل راح تنطلق الكثير من الفعاليات في المستقبل، خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية اللي اتخذناها إحنا كلجنة منظمة، وأيضا كثير لاحظنا من زوار المعرض ملتزمين بهذا هذه الإجراءات الاحترازية. وصراحة احنا نشكر كل من زار المعرض والتزم بهذه التعليمات. مشكورين، بيض الله وجوهكم. وجهك ابيض، شكرا يا اخوي فيصل. اذا عزيزي المشاهد، اعزائي المشاهدين، نشكر محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض السهيل للصيد والصقور. سعدت جدا بان انقل لكم تفاصيل معرض السهيل للصيد والصقور خلال خمسة ايام، ممكن تتعرفون على التفاصيل الموجودة من خلال الإبداعات اللي قام بها الشباب القطري، وأيضا المحلات الموجودة هنا من الأخواننا الخليجيين الأشقاء، وأيضا أشقاء من كل دول العالم والأصدقاء. أتمنى أن نكون نقلنا لكم كل ما هو مفيد لكم عبر هذه الشاشة الذهبية، ونتمنى نكون وفقنا في هذا النقل لشاشة قناة الريان لمعرض السهيل للصيد والصقور. أتمنى أن ألقاكم في تغطيات ومعارض أخرى بإذن الله، وأيضا أشكر الطاقم الفني المتواجد معنا في معرض السهيل، متواجد في خلف الشاشة وخلف الموجود في سيارة النقل، وأيضا أشكر زميلي سعود المعضيد خلال هذا التعاون خلال هذه الخمسة أيام. أتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في تغطيات وبرامج أخرى بإذن الله. شكرا لكم، والآن نرجع لأخوي سعود. كل الشكر لك أخوي فيصل طبعا على الجهود اللي قدمتها وعلى الفقرات والأجنحة اللي قدمتها لنا. شكرا لك، وشكرا على الضيوف المميزين اللي طلعوا معاك، ودائما فقراتك غير اعتيادية يا أخوي فيصل. وإحنا بدورنا نشكركم مشاهدينا الكرام طبعا بالإنابة عن فريق العمل وعن نفسي، نشكركم على المشاهدة، نشكركم على الملاحظات اللي قدمتوها لنا، ومن أخطأنا فمن أنفسنا، ومن الشيطان وإن أصبنا فمن الله. طبعا مشاهدينا الكرام نقول لكم في أمان الله، ونلقاكم بإذن الله السنة المقبلة في النسخة الجديدة من معرض قطر الدولي للصيد والصغور معرض السهيل. في أمان الله.